مرحبا مرة أخرى في حدث هذا اليوم. هل رجعت العباد تتباع وتتشرى في ليبيا؟ هذا ما شفناه في قناة CNN، هذا ما تحكي عليه في كل وسائل تقريبا الإعلام في العالم الكل. شو صحيح من الغلط في هذا الكل؟ ضيوفي بحثية دكتور جمعة أحمد عتيقة وهو محامي ليبي، شكرا لك على الحضور. أهلا بك. وإذا رحب مرة أخرى برفع طبيب الباحث الأكاديمي في الشأن الليبي، مرحبا رفع. مرحبا مريم مرة أخرى. مرحبا. وعبر السكايب مصطفى عبد الكبير رئيس المركز التونسي لحقوق الإنسان. سي مصطفى أهلا وسهلا بك. مرحبا بك، مرحبا بضيوفك، مرحبا بكل مشاهدي قناة التاسعة. هذا تقرير يتحدث على الموضوع، تقرير النجاح الفارحي، ثم راجعين للبتور الحديث على الموضوع. أظهر تقرير مصور للCNN عودة تجارة الرق إلى ليبيا، ففي مزادات مذلة يعرض المهاجرون للبيع كعبيد. 500. وحسب ما كشف التحقيق فإن المزادات تبدأ ب $400 وتقام ليلا في عدد من المدن الليبية، ويحضرها مهرب البشر وتجار يشترون العبيد للعمل في القطاع الفلاحي. أغلب المهاجرين يأتون إلى ليبيا من دول غرب إفريقيا بغاية العبور نحو أوروبا عبر البحر المتوسط، لكن المئات منهم يحتجزون الآن في ظروف صعبة. وفي أحد مراكز الإيواء تحدث فيكتوري، وهو شاب نيجيري يبلغ من العمر 21 عام، للCNN عن قصة بيعه كعبد في ليبيا قبل أن يفتدي نفسه ويهرب. كنت هناك، أتى الرجل الذي أراد شرائي وأعطاني نقودي. هم يطلبون منك دفع النقود، وبعد 3 أشهر يبدأون بضربك. كنت هناك لمدة 8 أشهر قبل دفعي للنقود وخروجي. الصور اللي لم تشاهد منذ مئات السنين كانت بمثابة الفضيحة استنكرتها المنظمات الحقوقية الدولية، فيما تعهدت حكومة الوفاق الوطني الليبية بفتح تحقيق حول انتعاش تجارة الرق. الفضيحة أثارت غضب شعبي دولي، حيث خرجت مظاهرات ليلية في باريس للتنديد بعودة العبودية، فيما دعا قادة دول أفارقة إلى إدراج المسألة على جدول أعمال قمة الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي المقبلة. وفي انتظار كشف ملابسات فضيحة مزادات بيع العبيد في ليبيا، يتواصل احتجاز الآلاف من المهاجرين في ظروف مأساوية. شكرا نجح الفلحي على هذا التقرير. دكتور جمعة، كمواطن ليبي شنو ردة فعلك لما تفرجت وشفت التقرير هذا على ما يحدث في بلادك في ليبيا؟ أولا دعني أبدأ بأنني سأأخذ الموقف الوسط بين الإثارة وبين التبرير. طبعا كإنسان بلا ليبي أو غير ليبي، إن صح هذا التقرير، إن صح بين هلالين، فهو مزعج وقل ما تشاء. لكن أنا أريد أن أقول شيء واحد فقط. هذه الضجة اللي صاحبت التقرير هو بشكل فجائي في توقيتها، يعني تقرير صحفي إعلامي عملته قناة CNN، له ما له وعليه ما عليه، ليس موثقا توثيق الكامل حسب ما شاهدنا الآن. ثم شهادات دكتور، نعم لعباد تحكي على قلت أنا لا أريد تجربتها. لا أريد أن أبرر، ولكن مثل هذه الأمور ترصدها تقارير رسمية، تقارير منظمات دولية موثقة يعني، وليست للعرض الإعلامي. كل ما أستطيع أن أقوله وأنا متأكد منه كمواطن ليبي، أن تجارة العبيد مجتمعيا في ليبيا لا يمكن أن تحدث لعدة أسباب مجتمعية. الليبيون الآن ليسوا في حاجة إلى هذا الترف أن يشتروا عبدا ويبيعوا عبدا، هم قد يستطيعون حتى أن يشتروا قوتهم اليومي الآن. أما أن تكون هناك أسواق كما يقولون لبيع العبيد، فأنا على ثقة تامة ومطلقة. ثم على المستوى الرسمي، الكل يعلم أن ليبيا ليس فيها حكومة مركزية، ليبيا الآن تعمها الفوضى مستباحة، وبفعل أطراف دولية وأطراف إقليمية وأطراف داخلية، والكل يعلم هذه الحقيقة وليست سرا. فالقول بأن هذه سياسة ممنهجة غير وارد، ولا يمكن القول به أن هذه سياسة لبيع العبيد وأصبحت ليبيا مركز للعبيد. ثم إذا ربطنا هذا التقرير وهذه الضجة الكبرى والمسيرات والمظاهرات وبعملية صوفيا وبالتصريحات اللي صدرت من مسؤولين أوروبيين معروفين
لتوطين المهاجرين في ليبيا، في أن تكون ليبيا منطقة توطين وليست عبور، واهتمام المجتمع خاصة الغربي، خاصة الموقف الإيطالي. نعم، خاصة الموقف الإيطالي واضح في أن هو ليبيا يجب أن نحل هذه المشكلة على حساب ليبيا. ليبيا نحن أول من تضرر منذ سنوات ومنذ عقود من هذه الظاهرة، وهم أول من تنصل عن مسؤولياتهم الأوروبيين. يعني بدل من تجفيف هذه الظاهرة في المنبع ومساعدة هذه الدول وإقامة صندوق عالمي للتنمية في الجنوب الصحراء حتى يبقى هؤلاء الناس، ليس هناك أحد يترك وطنه ومكان ومستقر ومسقط رأسه وهو مختارا إلا ما نذر، وهي ظاهرة. فأنا أرى أن هذه الممارسات، وأضيف لك أن أنا باعتباري حقوقي وأتابع هذه الأمور منذ سنوات أو عقود، هناك انتهاكات لحقوق المهاجرين في مراكز الاحتجاز. يعني ليش تستبعد أنه يكون ثم الشيء ذي بيع الناس أما وشراء؟ القول بأن البيع والشراء، هي أنا قدمت لك مبرر منطقي أنه الناس في ليبيا مش لاقين يأكل، وثم شيء آخر أن مجتمعيا ليست هناك هذه الروح العنصرية لدرجة البيع والشراء، ربما كانت في الماضي، وفي الماضي كانت تمتد إلى قرون. ثقافة الرق يعني موجودة في تراثنا، يجب أن نكون شجعان ونعترف بها، وليبيا لها نصيبها كغيرها. أما الآن مظاهرات في باريس، تهديد لبعض المنشآت والمرافق أو الاستثمارات الليبية في بعض الدول الأفريقية، هذا التحريض يعني يعطي علامات استفهام كثيرة. دكتور رفعت بي بنتي، هل في نفس الموقف مع الدكتور جمعة اليوم، من تستبعد أنه يكون ثم اليوم أسواق لبيع العبيد رغم الصور رغم التصريحات رغم الشهادات الموثقة في تقرير سيارين؟ أنا تصور اللي فما معركة اليوم هي معركة الصورة. معركة الصورة هذه تقوم بها سيانان. سيانان نعرفوها اش عملت مع الجنجاويد وقضية دارفور وكيفاش ضخمتها إلى آخره. أنا تسمح لي قبل ما نبدأ نحكيه معنا في الجريمة، لازم نوصفوها ساعة الجريمة اللي قاعد تصير. الشيء اللي رناه اليوم قد يكون معنا فني موجود في بعض المناطق في ليبيا وتمارس فيه بعض الميليشيات، الميليشيات المعروفة والتي تساندها بعض الدول الغربية اللي اليوم تقوم في حب الحملة هذه. لكن الجريمة الحقيقية هي شبكات تهريب البشر اللي الناس الكل تعرفها، واللي اليوم تحب تجعل ليبيا مجرد محتشد لكل هذه معناها الافواج اللي قاعده تجيب بمئات الالاف معناها من نيجر ومن مالي ومن غينيا ومن غانا ومن كل معناها اصقاع معناها في افريقيا وتطلع ليبيا. واللي نحب نذكر حاجه هو انه ليبيا قبل 2011 كانت فيها قرابه 2 ملايين من العمال يجيوا من كل بلدان افريقيا من الساحل والصحراء ويشتغلوا في ليبيا ويكونوا ثروات ويرجعوا لبلدانهم، ما كانوش بحاجه انهم يمروا الى اوروبا. اليوم شنو اللي صار؟ صار انهيار للدوله الليبيه، صار تفكيك للدوله الليبيه، واللي قاموا بتفكيك الدوله الليبيه اش عملوا معاه؟ عملوا ثلاثه منظومات. المنظومه الاولانيه هي اوبام، المنظومه الثانيه هي فرونتكس، المنظومه الثالثه هي سوفيا. واليوم الخطر اللي قاعد يصير في ليبيا، وانا اللي خوفني في المساله هذه، لانه معناها انا واحمد العبيد معناها فني ضد تجاره البشر، واعلم ان هناك ميليشيات في ليبيا مكروهه من الشعب الليبي اكثر من موجود الشيء هذا. هناك ميليشيات في ليبيا تمارس معناها ابشع من معناها من تجاره البشر ومعروفين، والناس هذوما عندهم علاقات حتى بايطاليا وعندهم علاقات ببعض الدول الغربيه، وكنا نعرف الشيء اللي قاعد يصير اليوم معنا في مدامه والشيء اللي قاعد يصير في تجاره، ونعرفوا اللي معناها فما منظومات اليوم معناها ميليشاوية في ليبيا يتم تمويلها من طرف الغرب، وهي اللي قاعدة تسير معنا في شبكات تهريب البشر. إيه اللي خوفني شنو؟ أنه اليوم هناك لعب على تغيير التركيبة الديمغرافية داخل ليبيا. هاو الخطر وين؟ أنه يحبوا معناها يجعلوا أن معناها من كل المنظومات العسكرية والميليشاوية في ليبيا وكأنها مجرد حرس حدود. به تنجم تبعات تبعات الفيديو هذا، لكن أنت ما تستغربش أنه موجود الشيء هذا؟ لا لا يتوجد الشيء هذا موجود بيع الناس، رغم لكن الدكتور يقول لك لكن اختر انه يستعمل الكلمات، يقول لك مثلا في الاسواق الليبيه، الاسواق الليبيه اليوم فيها مشكله كبيره اقتصاديه كما قال الدكتور بكري، معناها اليوم الليبي معناها اللي الدولار ولا يسوي معناها 10 معناها دينار معناها ليبي، فما مشكله كبيره. بس ثم طبقه اثرياء في ليبيا، اثرياء الحرب موجودين ما نستغربش. اذا كانش جبتنا على الميليشيات، قد تقول لي بعض الميليشيات تمارس في الاعمال هذه، نقول لك هي صحيح، لان الميليشيات ما تبيعش كان في البشر. الميليشيات قاعده تختطف الناس، قاعده معناها تقوم معناها بالقتل معناها على معناها الهويه الى اخره. اذا فما جرائم كبيره ولكن يتم معناها التغاضي عليها، لانه لهذه الميليشيات
أدوار أخرى تقوم بها اليوم في ليبيا، مثل تفكيك الدولة، مثل عدم معناها فهمني معناها ترك الشعب الليبي اليوم معناها فهمني يقر معناها فهمني بالوصول إلى معناها حل سياسي. هذا هو الخطر الكبير. الشيء اللي صار هذايا كما قلت لك راهي معناها الصورة ومعركة الصورة هي معركة كبرى لأقصى درجة، ينجم يخرج لك حاجة صغيرة قاعدة تصير، ولكن الجرائم الكبرى اليوم في ليبيا حد ما يتحدث عليها أكبر من بيع البشر وشريانهم. في 2011 ماتوا الآلاف تحت القصف ولا حد متحدث عليهم. اليوم في ليبيا فما مناطق كامله في ليبيا اليوم معناها تعيش الجوع وتعيش معناها فهمني التفقير وتعيش التهميش ولا حد يحكي عليهم، وذوما الليبيين معناها اصلاء. باهي مصطفى عبد الكبير الباحث ورئيس مركز التونسي لحقوق الانسان والحقوقي، انت تقول وكتبت على صفحتك على الفيسبوك انه الامر هوي لا وما لازمناش نهولوا الموضوع، وتستبعد انت ايضا انه الشيء هذا قاعد يصير في ليبيا. وبطبيعة الحال أولا أحيي ضيوفك. الموضوع لما تحدث على الهجرة في ليبيا هو موضوع قديم جديد، موضوع كان معناها من المواضيع الكبرى اللي كانت كأداة حتى سياسية استعملها الراحل معمر القذافي في الضغط على الاتحاد الأوروبي كلما أراد ذلك، وكلما كانت هناك إشكالية بين ليبيا وبين الدول العربية وأوروبا. لكن كان تحت السيطرة، ذهب الراحل معمر القذافي، إذن الموضوع هذا انتقل من السلطة النظامية اللي تسيطر الدولة مسيطرة وفككت الدولة بالكامل، وجدت ميليشيات كبيرة منتشرة، وجدت أهم سوق لها وأهم يعني نشاط مارسة وهو مربح ومكسب ويدر على أموال وله علاقات وأيضا له حضور لدى الطرف الأوروبي. يعني موجود سيدي مصطفى، موجود بيع الناس وشرائهم بطبيعة الحال. هذا الجماعات هذه هي مرتبطة بجماعات أخرى على الحدود الصحراوية الجنوبية لليبيا. هذا أثناء عملية التنقل المهاجر الغير نظامي باتجاه أوروبا في رحلة نحو ليبيا، إذن هذه المراكز وهذه الجماعات هي خارج سيطرة الدولة، فهي يمكن أن تفعل ما تشاء، ولكن أن يظهر هذا الموضوع بهذه الطريقة، لماذا لا ننظر إلى الأسباب الرئيسية لهذا الموضوع؟ من عبث بليبيا؟ من أجبر هؤلاء المهاجرين الغير شرعيين باش يتركوا دولهم في غرب الصحراء، في دولهم اللي فيها بطبيعة الحال حروب وأهلية وصراعات قبلية وتجويع وأيضا يعني نهب للثروات مما يضطرهم للهجرة نحو ليبيا ثم نحو أوروبا؟ لماذا لا نعالج الموضوع من أصله؟ لماذا الأوروبا دائما والاتحاد الأوروبي بالذات دائما يفكر في المصلحة متاعها، يفكر كيف يحمي نفسه وكيف يعيش في أمان وكيف يقف هذا الزحف الهائل من الإفريقيين الذين يلتحقون بثرواتهم التي ينهبها الاتحاد الأوروبي؟ كل الدول أنت برأيك مصطفى الدول هذه مش من حقها تحمي نفسها؟ المواطن الليبي الآن يقع بطبيعة الحال سلبه، يقع نهبه، يقع اغتصابه، يقع قتله من طرف الميليشيات ومن طرف الآن تعرف أن المراكز الإيواء ومراكز الاحتجاز النظامية هي عددها قليل جدا جدا، اللي هي تحت سيطرة بين ظفرين الدولة يعني قليلة ستة. وفي المقابل أن آخر إحصائية لنا كنشطاء حقوقيين في ليبيا ثم أكثر من 42 يعني مراكز احتجاز ويعني مراكز تجميع على الحدود وداخل ليبيا وفي المنطقة الوسطى والمنطقة الصحراوية. هي يعني نفهم كلامك سي مصطفى أن الفيديو هذا اللي ظهر فيه الناس تتباع وتتشرى وراه أغراض أخرى زادة كيف بطبيعة الحال. احنا ما ننفوش أنه داخل ليبيا هناك انتهاكات، هناك يعني احتجاز، هناك اعتداء بالعنف، هناك تجارة، هناك أيضا في بعض الأحيان يجرهم إلى ممارسة الجنس والإجبار على الدخول في تكوين شبكات دعارة، ولكن هذا بطبيعة الحال هي أطراف نعرفوها خارجة عن القانون. والآن خليك معي مصطفى، خليك معي، خليك معي في الباتو باش نكملوا نحكيوا في الموضوع. مريم عزوز، ضيوفي تقريبا يقولوا انه ما نستغربوش من اللي شفناه في تقرير السنان، لانه ثم ما افظع من هكا. بالطبيعه ثم ما افظع، عندنا زوج صحفيين مساوي يصوروا في ليبيا لليوم ما راجعوش، وتم احتجازهم من ميليشيات وسيبوهم وعاودوا تشدوهم
نتصور انه هذا زاد فظيع جدا. لليوم ما نعرفوش سفيان ونذير وين. فما قبائل كل واحد شادد سلاح وعنده سلاح، وهذا ما يمنع ليبيا من انها تستقر وانها تحقق انتقالها الديمقراطي وتعمل حكومه. فما اربع حكومات ولا ثلاثه حكومات في ليبيا، فما كوارث فظاعه في ليبيا. انا حبيت تمنيت ان نبدا التحليل نتاعنا بالنقد. النقد المشكل شنو؟ المشكل الاساسي انه فما حاله عدم استقرار واضحه في ليبيا، مما يترك المجال ويفسح المجال باش تصير مثل هذه الممارسات. تقولي انت ممكن عملوها ميليشيات ولا عملوها، ما يهمش. تصرف هذا مؤلم ومحزن وفظيع، مهما وما يتقبلش وما يتقبلش. ما يهمنيش ميليشيات مش ميليشيات، احنا نحبوا ليبيا اليوم دوله مستقره توصل تحقق الديمقراطيه، تكون عندها حكومه، تكون عندك فيزافي. انت كي باش تحكي ليبيا اليوم، ليبيا اليوم كي تصير حاجه كيف من هكا، تمنينا انه تكون فما حكومه تندد، ومش تندد بركه، تقبض على الناس هذي وتحاكمهم موجود. وتحاسبهم. سامحني مريم، موجود بيان كامل. سامحني بربي جد، خليني فقط معلومه صغيره باش على تصديق الكلام. فما بيان لوزاره الخارجيه في ليبيا حكومه الوفاق، بيان عاش اذا كان موجود فريق الاعداد، موجود الحديث على الظاهره هذه، وهو البيان موجود ما عادش كان تتفاعلوا معه. هذا البيان في علاقة بما حدث في ليبيا وفي علاقة بالفيديو. به واصل مريم. اي تمنينا انه تكون فما حكومة واحدة، فما حكومة متماسكة وتعمل من اجل استقرار في ليبيا، من اجل انه تكون فما ليبيا واحدة، فما ديمقراطية حقيقية. وهذا اللي تمنيتوه انتم بعد الثورة، وهذا اللي تحبوه، وهذا اللي تحبوا توصلوا له. في كل مرة تصير حوارات واتفاقات ونقاشات، لكن الفراغ هذا وتعدد الحكومات باش يسمح بانه باش يصير اكثر من هكا. منظمات المجتمع المدني اليوم الليبيه تقوم بنشاطاتها في تونس وبعيدا عن تونس، معناتها الحاله تعبه على الاخر وليبيا غير مستقره، مما يسمح انه نشوفوا مظاهر مثل هذه المظاهر. المهم انه نوصلوا للتشخيص ونوصلوا انه نشوفوا تنديدات من بعض. رينا الاتحاد الافريقي، رئيس الاتحاد الافريقي اليوم اصدر بيان وتكلم على الحكايه هذه، ومع العلم انه معمر القذافي كان من رؤساء الاتحاد الافريقي. يعني هذا علاش نزيدوا نستنكروا انه الدكتور يقول انه الدكتور يقول انه ثم ما افظع في عهد القذافي. ثم ما افظع اليوم قاعد يصير في ليبيا من بيع الناس، من التقتيل، من التهجير. لا، هو من الصعب وضع مثل هذه الحدود الفاصله في افظع او افعل التفضيل هنا، لا لا، لان هذه ظروف. القمع كان موجود، الاستبداد كان موجود، انتهاك حقوق الناس موجود في العهد السابق. لكن في ذلك الوقت ان صح التعبير، لما يخني التعبير، مثل الجريمه المنظمه كان مسيطر عليها، كان النظام يخدم مصالحه. هل وصلنا للبيع في عهد القذافي؟ وصلنا للبيع؟ نعم. هل كان وصلنا للبيع وشراء العبيد في عهد القذافي؟ أنا أؤكد لك الآن على الصعيد اللي سبق وأن ذكرته، لا يوجد بدليل. لو تمعنت في التقرير هناك جملة وأنا استمعت إليه في لغة الأصلية، يقول when you buy they release you، عندما تدفع يفرجون عنك. هذا استغلال، هو استغلال. قد يكون بعض مراكز الإيواء حصلت يؤجرونهم حتى كعمال يتقاضون خارج المركز لقطاع خاص، لمزارع، لكذا، ثم من دخلهم اللي يجنوهم من هذا العمل هؤلاء الناس القائمين على هذه التجمعات الغير شرعية أو المراكز الغير شرعية يتقاضوا منهم فلوس. قد يتعرضوا إلى نهب حتى في الشارع، يأخذوا الموبايل، يأخذوا. لكن القول بأن ألاؤنا لدوي ألتري، يعني بمعنى أن هي مزاد للعبيد وأسواق مثل ما قيل، أقولها وعلى مسؤوليتي وباطمئنان أن هذا غير موجود. قد توجد حالات فردية منفردة، توجد، لأن مثل ما قالت الأخت مريم، مثل ما قالت الأخت مريم، ليبيا الآن مستباحة، ومن سبب في استباحتها الذين زعموا أنهم ساعدونا في 17 فبراير ثم وقفوا يتفرجون علينا بعد دكتور. أن دكتور سامحني باش نزيدك حاجة، باش نحكي في حاجة. حكيتوا على إيطاليا، إيطاليا عندها حاطة عينيها على ليبيا، إعادة أعمار وإرجاع المهاجرين غير شرعيين الليبيين في إيطاليا، وهذا قاعدة تحكي فيه كل يوم، واتفاقيات، وكل مرة تحكي مع حكومة. بريطانيا، أمريكا، والاتحاد الأوروبي. يعني ليبيا مستباحة من كل القوات، ما يسمى بالقوات الدولية. أكيد. أنا لو تسمحي لي اليوم مؤامرة، شكون منها؟ تفضل. لحظة بس لو تسمحي لي، اليوم سمعت تصريح لأمين عام الأمم المتحدة يقول بأنه انزعج وأنه أفزعه التقرير. يا سيدي، هذه إن تمت
وفقا لمصادركم والأمم المتحدة هي الآن لديها بعثة وعندها حكومة زي. ولديها حكومة الحكومات فأنت إن صح هذا لديك أمين عام المتحدة هذه جريمة هذه مجلس الأمن يجتمع عليها يجب أن تقدم الأدلة ويجب الأمم المتحدة مش يكتفي بالانزعاج وإبداء القلق دليل أن الموضوع وأمريكا تطلق يعني سيناريو ممنهج رافع اليوم بطبيعة الفيديو هذا والحديث على أسواق العبيد سيناريو ممنهج يحضر الحاجة أي. الجريمة الأصل اللي ريتها أنا هي معناها محاولة الشيطنة لاستيغماتيزاسيون علاش قبل معناها ما تصير أي حرب لازمك العدو متاعك تقوم بالشيطنة متاعه باش ما يبقى مع حتى حد اليوم كان تبدأ معناها فني القوات الـ معناها الغربية تدخل ليبيا تحاول أن تتواجد على الأرض الليبية شكون باش يقول لا يقول لك جاي مش يحروا العبيد أصلا فهمتني ما باش يقول لك أنا حاجة الناس هذو ما وصلوش معناها إلى صبراتة وطرابلس ومعناها فهمني ومصراتة وغيرها معناها فهمني من معناها من المواني الليبية إلا ما تعديوا من أغاديس وأغليت وسيجدين ومدما وسبها وغيرهم المناطق اللي نحكي عليهم هذوما كلهم متواجدين فيهم الغربيين يعني معناها يتم ان كونفوياج قدام الغربيين الى ان يوصلوا ليبيا وعندما يوصلوا ليبيا يلقاوا السد معناها المنيع قدامهم لكن شكون السد المنيع شكون عطاه يشد السد المنيع هما الميليشيات والميليشيات هذه راهي كانت تحط الافريقي معناها من جنوب معناها من جنوب معناها ساحل وصحراء تحطه في الشقف تاخذ عليه 2000 دولار كانوا يوصلوا في وقت من الاوقات الى 4000 مهاجر معناها في اليوم يعني كانت على حدود تونس دويلات عندها أموال طائلة الناس هذوما اليوم في الاتفاقات اللي قاعدة تصير والتغير اللي قاعد تصير على المستوى معناها جو معناها سياسي في المنطقة ما عادش عندهم دور كنا نعرفوا شنو اللي صار أنس الدباشي مع اللي معناها كتيبة أنس الدباشي في صبراتها تم ضربها وكنا نعرفوا اللي معناها العمو اللي هو كان القائد متاع معناها الكتيبة هذه كانوا من أكبر الناس اللي يشتغلوا في شبكات تهريب البشر لكن تم ضربه اليوم فما معناها الإرادة اليوم أنه يتم إيقاف نهائياً الهجرة معناها من ليبيا إيش نعملوا فيهم إلا معناها القرابات 250 ألف إلى 300 ألف الموجودين في منطقة طرابلس فقط ليبيا اليوم معناها المعطيات تقول فما 800 ألف معناها من جنوب الساحل والصحراء موجودين في ليبيا إيش نعملوا بهم هذوما إلا لا لا غراند كيستيون إذا ليبيا تبقى ضعيفة وما فماش اتفاق سياسي فماش معناها جيش موحد وما فماش قوة أمنية معناها معترف بها وعندها شرعية إذا في نفس الوقت ليبيا معناها ما زالت تحكم فيها بعض الميليشيات على الأقل في بعض المناطق لاحظ حاجة أنه معناها المسادية معناها قالوا صارت في طرابلس يعني في المنطقة اللي ما زالت فيها ميليشيات ما فماش تحديد بالضبط وين في الفيديو تجرب تكون في المنطقة الشرقية تجرب تكون في الجنوب مستحيل بيه. لأنه معناها في المنطقة هذه ما زالت فما معناها فهمني نخوة كبيرة وأخلاق اجتماعية كما قال الدكتور تمنع منعا باتا شيء هذا حنعرفوا اللي معناها في أواخر التسعينات أوائل معناها معناها عام 2000 صارت مشاكل في أجدابية ولكن القبائل الموجوده غادي هي اللي قامت معناها فهمني معناها بالضرب بيد من حديد ورفع الغطاء الاجتماعي على كل واحد ساهم معناها فهمني في قتل معناها الفارق. في ليبيا موجود مثل هذه القيم وهذه الاخلاقيات في ليبيا، اما الشذوذ فلا يحكى عنه. صحيح. شذوذ القاعده فهو موجود في كل ليبيا. انا مخوفني شنو هو؟ انه معناها في عوض الراو معناها الجريمه الحقيقيه والراو المجرمين الحقيقيين، الراو فقط معناها الصوره اللي قادره ان تصدم. وهي صورة صادمة، موافقك أنا مريم، صورة صادمة، ولكن مهم نعرف شكون وراها، وإذا معناها لازم نسميه ولا معناها الأشياء بأسمها نسميه. نسميه. الجريمة هي شبكة تهريب البشر. هذه هي الجريمة الحقيقية، واللي ريناه هذا ما هو إلا جزء معناها من هالجريمة هذه، ما هو سوني كانسبي. تخي مارجينال دايوغ. تلميذ العنصري سي رافع راهي بالطبيعة. ثاني حاجة شكون وراها؟ وراها معناها الدول الغربية اللي تحب تحول معناها اليوم معناها ليبيا une éponge معناها ديموغرافيك يعني كل الفقراء وكل معناها المضطهدين وكل الناس اللي معناها قاعدين يشهدوا في بلدانهم نوع من انواع لا مارجينيزاسيون ايكونوميك يمشيوا وتوجهوا ليبيا وليبيا تصبح المحتشد الكبير ولهنا الليبيين اللي الناس اليوم قاعدين يشيطنوا فيهم يقولوا في الاسواق الليبيه لا في بعض اسواق من لبعض الميليشيات في ليبيا الهامشي الليبيين اليوم هم اكبر ناس مضرين من المساله هذه علاش لانهم يعرفوا اللي لو تبقى حاله الانفلات هذه وعدم وجود دولة اللي تم تفكيكها من طرف التحالف الغربي إذا تبقى الأمور هكاية فإنه ليبيا اللي فيها 6 ملايين ساكن غدوة اللي فيها 4 و5 ملايين إفريقي تاع
تم جلبهم الى ليبيا وتم بفضلهم تغيير التركيبه الديموغرافيه لليبيا. مصعب الكبير، هل انت مع هذا السيناريو، السيناريو اليوم اللي تحضر ليبيا عبر ما تحكي، عبر ما نشوفوه من صور وفيديوهات في وسائل الاعلام الغربيه؟ ويعني شوف، انا نحب ان نوضح حاجه باعتباري ان نتنقل ياسر على الميدان، واخيرا كنت في ليبيا ونتنقل في عديد مناطق من ليبيا. خلينا نوضح الصوره للساده المشاهدين. ما يقع عندما يدخل المهاجر من الجنوب الصحراوي من الحدود، يدفع مبلغ من المال وهو لا يعرف الطريق ولا يعرف من هو يعني قائد هذه الرحلة ومن يعني حصل على الأموال. عندما يصل النقطة الأولى في الرحلة يطلب منه مزيد من الأموال، فهو لا يملك أموال، فبالتالي هذه الميليشيات تجبره على العمل خارج مراكز إيواها، ثم يرجع في المساء ليسلمها مبلغ ما جلبه من العمل اليومي من أجل تسديد المبلغ، ثم بذلك بما يتبقى لديه من المبلغ ينتقل بالاتجاه الرحلة الثانية عبر مجموعة، يصبح أيضا مطالب بدفع مبلغ جديد، وهكذا العملية في عملية الاتجار به، بحيث أن يستغل كعمالة، وكل ما يقوم به من عمل هو مردود المال لهذه الجماعات التي تنقله إلى أن يصل إلى المنطقة الغربية وبالتحديد إلى مناطق معينة. عن أرقام مصعب الكبير على الأعداد هذه، عن أرقام بطبيعة الحال هو أعداد كبيرة جدا، هذه أعداد كبيرة. الرحلة من الصحراء حتى يصل مثلا إلى صبراتة ولا لزوارة ولا للزاوية ولا للخمس ولا لطرابلس ولا أي نقطة ساحلية فيها جماعات بطبيعة الحال تهرب في الهجرات الغير نظامية، هذا كل يوم قاعد يحصل، هذا كل يوم قاعد يصير مجموعات. أيوة نسمعك. أيوة أستاذ، كل يوم قاعد يصير مصعب الكبير هذا؟ هذا بطبيعة الحال كل مجموعة تهاجر تمر على عبر عدة حلقات، أثناء هذه الحلقات هو المهاجر الإفريقي لا يحمل يعني مبلغ من المال يكفيه، فبالتالي يجد نفسه عند بعض الميليشيات التي تجبره على أن يسدد له المبلغ، فبالتالي يضطر للعمل، يضطر في بعض الأحيان إلى حتى إلى السرقة، وهناك عديد من المهاجرين غير الشرعيين قاموا بعمليات إجرامية داخل ليبيا. الآن المواطن الليبي هو في حد ذاته يعاني الويلات، لأن أعداد كبيرة جدا من المهاجرين الإفريقيين، فهو يعاني من أزمة اقتصادية في قلة المواد، في شح المواد، في غياب السيولة، في ارتفاع الأسعار، لأن المجتمع الليبي 6 أو 7 ملايين يجد معه 2 مليون مهاجر غير شرعي في كامل أطراف ليبيا، تستفيد منهم مجموعة صغيرة من المهربين اللي هم خارجين على القانون في ظل غياب الدولة. هذا هو ما يحدث توصيفا على الميدان، فكيف أنه يباع ويشترى؟ هو ليس يباع واشترى كهذا الفيلم الذي بثته قناة CNN بأنه مزايدات وهذا يسوى كذا وهذا يسوى كذا. هو بهذه الطريقة تحدث الانتهاكات، بأنه يجبر على العمل لفائدة هذه المجموعات حتى يسدد النفقات. هذا من جانب. من جانب آخر، الآن الدول هذه الأوروبية هي في تعامل مباشر مع هذه الجماعات التي تهرب البشر، والدليل أنها قامت مع العمو مثلا باتفاقية في 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 قبل معركة صبراتة، وسبب معركة صبراتة خلينا نقولها بوضوح هي جاءت نتيجة بطبيعة الحال الاتفاقية الإيطالية مع أحمد دباش. أيضا إضافة إلى شيء مهم آخر، أن لابد أن ننظر أيضا إلى المواطن الليبي وما يعانيه من هذه المشاكل التي سببها الهجرة. إضافة إلى شيء آخر أعتقد أنه مهم في هذه المسألة، هو أن كل الدول تعلم ذلك، وكل الدول الإفريقية اللي هي المصدر في المهاجرين والدول الأوروبية وأمريكا وكلها تعلم. لماذا لم تتحرك منذ 2012 عندما أصدرت عديد منظمات الدولية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أن هناك انتهاكات، وأن مسألة المهاجرين في ليبيا سيصبح موضوع مهدد للكيان المجتمع الليبي ومهدد لكيان المنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط؟ لماذا تحركت الآن؟ تحركت الآن لأن بطبيعة الحال هناك يعني تحضير إلى شيء ما سيحدث داخل ليبيا.
لماذا خليك معي خليك معي مستعف الكبير. تحذير إلى شيء ما سيحدث داخل ليبيا، المطلع أنت على ربما ما يحاك لليبيا دكتور اليوم، شنو ما شكون قاعد يحرك في الخيوط اليوم؟ نعم، فيما يتعلق بهذا الموضوع أنا أشرت إلى أن يجب عدم فصله، وكما أشار الأستاذ الكريم والأخت مريم، عدم فصله عن السيناريو الذي يخطط لليبيا الذي بدأ منذ 7 سنوات، وكما قلت هم قالوا ونحن كليبيين وأنا أحدهم وهذا رأيي وأنا مسؤول عنه، كان سقوط أو إسقاط الاستبداد ضرورة أو مطلب أو مبتغى شعبي لما تمت ممارسته، ولكنهم عندما تدخلوا وتمكنوا وساعدوا الليبيين تخلوا، والبلد يعني مسلح حتى الأسنان، وتركوا البناء الهش السياسي الذي بدأ في المجلس الانتقالي، ولم يوفوا حتى بالتزاماتهم التي التي دبروها هم او فعلوها هم. دكتور ثم شو يقول لك من الليبيه اليوم؟ خليني نكمل. الوضع مع القذافي كان احسن. لا، هذه المقارنات لا تربط المقدمات بالنتائج. احسن نعم، يعني احسن بالقياسات. الناس الان لما تقارن في الامن وان هو يمكن ان اولاده يروحوا المدرسه دون خطف، وهذه صحيحه، لكن احنا يجب عندما نتناول مثل هذه الظواهر يجب ان نربط مقدماتها بنتائجها. لا بالعكس، لو كان أحسن 42 سنة وكانت الوفرة المالية في ليبيا في الثمانينات كانت ميزانية ليبيا تفوق 25 مليار سنة 80، كان من الممكن أن تجد ليبيا هناك. مع احترامي احنا لولا ما ربي جاب تونس جارتنا فيما يتعلق بالعلاج وفيما يتعلق بأشياء كثيرة لا أدري من أيام القذافي، يعني احنا لم يبني عندنا فندق واحد يساوي فنادق جربة أو جرجيس رغم الوفرة المالية، وذهبت الأموال في مغامرات في إفريقيا، في حركات التحرر، في حروب، في يعني بدد الثروة، ثم تجهيل الناس، ثم منع أي رأي آخر، منع الحراك المجتمعي والسياسي، مجتمع أصبح معطل كما يعبر عنه الأستاذ منصف والناس عالم الاجتماع التونسي المعروف، معطل. وهناك نعم. ثم حل من أجل أن تكون ثم حكومة واحدة ومستقرة. نعم. في ليبيا، أنت كنت رئيس نائب رئيس المجلس الانتقالي الليبي. نعم. المؤتمر الليبي اللي هي كانت فرصة أن تكون حكومة واحدة وموحدة كل الأطراف بطريقة ديمقراطية وانتخابات صارت بطريقة ممتازة وناجحة. كل هل الأطراف هناك حل؟ كل الأطراف، وأنا أقول كل إلا من رحم ربك، الأطراف الدولية لعبت لعبتها، الأطراف الإقليمية لا زالت تلعب لعبتها في خلق هذا التشظي. وجود الميليشيات والتي لم توجد عبثا وإنما مبرمج كان الموضوع، وجود هذه التجمعات العسكرية، عدم التوصل إلى اتفاق هو اللي يكمل يكرس وجوده. هذه عائق يا مريم. حديثا قعدوا السراج وحفتر والحكومات واتفقوا وباش يمشيوا للسخيرات ويخرجوا في حكومة وفاق حقيقية. وقتاش تقولي حكومة وفاق؟ وقت تبدأ فما حكومة واحدة، مش 4 حكومات ولا 3 حكومات. يعني الأزمة الليبية ليبية، الأزمة الليبية ليبية، ولكن التدخلات الإقليمية والدولية لعبت دورها ولا زال إلى الآن تلعب في هذا الاتجاه، عدم بناء دولة، عدم خلق توافق. ولو لاحظتي أن الخلاف مو سياسي، الخلاف السياسي ليه قواعد، ليه أعراف معينة يعرفها العالم كله. هذا خلق خلافات احيانا لاسباب تافهه ساذجه، يعني خلاف طفولي مثلا المشاكل اللي تخلي ما يكونش الحل يخرج من ليبيا. المبادرات تجيكم من برا، تجيكم مبادرات امميه، مبادرات من تونس، مبادرات من دول اخرى، لكن انه تكون مبادره ليبيه مش موجود. يجب كانت، وهناك مبادرات ليبيه وحوار ليبي بدا، ثم بعد ذلك اريد له ان ينتهي. احنا النخبة السياسية عندنا ضعيفة طوال 42 سنة من عدم وجود رأي آخر، حتى ربع رأي، يعني خلق ركود وعدم وجود نخبة عكس تونس. تونس الدولة فيها من سنة 20 اتحاد التونسي للشغل، اللي الحزب الدستوري القديم والجديد، يعني فيه مخاض سياسي، في خلفية سياسية، في تراكم. احنا ما وجدنا، خلانا على فراغ، ولم يبني الدولة حتى بالدولة بمعناها مؤسسات قائمة لم يبنيها. عندما حصل الذي حصل وانتهى هو انهار كل شيء،
وأصبحنا نعاني ما نعانيه. خليكم معي ضيوفي دكتور جمعة أحمد عتيقة، وأنت المحامي الليبي ورفع طبيب الباحث الأكاديمي، وأيضا معي بالسكايب مصطفى عبد الكبير رئيس المركز التونسي لحقوق الإنسان. فاصل صغير وراجعين نكمل نحكيه في الموضوع.